السلام عليكم شباب. موضوعنا لهذا اليوم راح يكون التكامل المتعدد. طبعا هذا الموضوع يحتاج لأكثر من محاضرة، يعني إن شاء الله هاي راح تكون المحاضرة الأولى وأيضا تتبعها محاضرات أخرى. موضوع التكامل المتعدد طبعا موضوع جدا مهم، يعني هو ما نقول صعب لكن هو يحتاج لاهتمام كبير، يحتاج ل يعني متابعة وياي بال يعني المحاضرات اللي أنزلها، ويحتاج لاهتمام. هذا الموضوع جدا مهم، تطبيقاته جدا واسعة، سواء بهذه السنة يعني بالرياضيات أو بالسنوات القادمة راح تشوفه يصادفك يعني ضمن مواضيع كثيرة، ويعني أهميته العلمية كبيرة جدا، تطبيقاته أيضا كثيرة جدا. خلي نشوف الموضوع. طبعا راح نبدي احنا هسه بشكل سهل وبشكل بسيط إن شاء الله وبشكل متدرج، يعني نوصل لك الفكرة إن شاء الله. موضوع التكامل المتعدد طبعا متكون من عدة أنواع، راح نبدي بأسهل نوع اللي هو double integrals over rectangles، اللي هي التكاملات المزدوجة فوق منطقة مستطيلة. هسه فهمك شو نقصد بالمنطقة المستطيلة وشو نقصد يعني من هال الكلام. قبل هذا يعني خلينا نتذكر من الـ يعني دراستك السابقة شنو اللي انت دارس عن التكامل. فكما مثل ما تعرف أن التكامل المفرد يمثل المساحة تحت المنحني، يعني إذا كان عندنا هالشكل هذا المنحني يمثل أي دالة y يساوي function of x، فالمساحة تحت المنحني حيث يعني إنه x تتغير من أي إلى b يمثل هذا التكامل. مثل ما تعرف تكامل من أي إلى b للدالة اللي هي f of x، هذا يعطيني المساحة تحت المنحني. زين، التكامل المزدوج قلنا إلى يعني تطبيقات متعددة، لكن أسهل فكرة إحنا نجيها يعني فكرة ورا فكرة. فأسهل فكرة هو أنه إذا كان عندي فراغ ثلاثي الأبعاد، في حالة الفراغ ثلاثي الأبعاد يعني هاي الفكرة اللي إحنا نطلق منها نبديها من فكرة المساحة تحت المنحني. فإذا كان عندك بدل ما x y x y z هاي المحاور الثلاثة مثل ما رسمناها بشابتر الفكتورز، مثل ما بموضوع المتجهات، فعندك x y z بالنظام هذا يعني الكارتيزي حسب قاعة اليد اليمنى. فبالحالة لاحظ يعني شوف هذا حدود x اللي هي a الى b اللي كانت بذاك الشكل، هناك بس x y، هنا صارت عندك ثلاثي الأبعاد، فهنا أنا x من a الى b و y إذا غيرناها من c الى d، زين y من c الى d شنو راح يتكون عندي؟ مستطيل. هذا نقصد به المنطقة المستطيلة. زين، التكامل شنو المقصود به؟ المقصود به إذا نتخيل عندي فد سيرفس أو فد سطح، طبعا السطح شنو معادلته مثل ما حكينا عنها بالشابتر السابق، أيضا عندكم محاضرته يعني الإلكترونية وتتذكرون قلت بها ملاحظة أنه قلنا المعادلة الدوال اللي بيها متغيرين هي تمثل سطوح في الفراغ. قلنا بوقتها إحنا ما مهم، يعني إحنا ما مطلوب من عندنا أنه دالة ونرسمها بالامتحان، لكن المهم نفهمها حتى هسه، يعني هسه الآن هذا الشكل هو حتى تفهم أنت معنى التكامل. فهذه الدالة هي function of x y، هي دالة من متغيرين، شلون شكلها؟ سطح في الفراغ. فإحنا يعني شنو معناها؟ معناها أنه كل ما نحدد x y يطلع لي z اللي هو ارتفاع، كل واحدة لها ارتفاع معين يتكون لهذا السطح. فعد ما تتغير x من a الى b او نحدد قيمتها من a الى b وy من c الى d، وكانه جاي نقطع فد حجم، يعني هذا السطح بالفراغ ويا سطح يعني مستوي x وy شو يمثلون؟ شنو اللي بيناتهم؟ بيناتهم حجم غير محدود، بيناتهم منطقه غير محدوده. فاحنا شنو نسوي؟ نقطع فد حجم معين منها. يعني هذا حتى بالتطبيقات احنا اذا نريد مثلا ندرس فد يعني ضغط وبسط معين ننظر الى فد فوليوم محدد من ذلك الحجم. فلهذا تشوف يعني هذا التكامل المتعدد تطبيقاته واسعة. فتلاحظ بهذا الفوليوم، بهذا العفو الشكل، من حد القيم X وقيم Y يتكون عندي فوليوم، هذا فت سوليد يعني متعدد السطوح. هاي قاعدته اللي بالأصفر اللي هي المنطقة R، وهذا المكان المظلل هو التقاء، يعني هذا الفوليوم التقاء مع السطح، هذا يعني القمة وهاي القاعدة. بس هذا بين هذا وهذا شنو اللي بيناتهم؟ حجم. زين، هذا الحجم شلون اوجده بالتكامل المزدوج؟ معناها لازم اكامل الاكس واكامل الواي حتى اطلع شنو الفوليوم. هذا راح يطلع لي اذا اكامل بس الاكس منا التكامل الدي اكس راح يعطيني هذه المساحه. زين، التكامل الدي اكس على الداله فانكشن اوف اكس،
لكن بما انه عندي هنا الفانكشن اوف اكس واي فنكامل الاكس والواي يطلع لي هذا الفوليوم بهذا الشكل. راح يكون التكامل اللي يمثل الحجم تحت السطح بالشكل التالي. الحجم تحت السطح، السطح اللي هو زد يساوي فانكشن اوف اكس واي اللي هي هاي الداله مثل السطح، وفوق المنطقه المستطيله ار. نحصل بهذا الشكل، هذا اقصد بها الفوليوم. فهذا هو التكامل المزدوج، تكامل من A الى B، تكامل من C الى D، حسب ترتيب الحروف. وشوف يعني بعدين تاثيرها. الداله اللي راح نكاملها هي فانكشن اوف اكس واي، اللي راح نكاملها للاكس وللواي. فهي الفانكشن هذه تمثل سطح داله من متغيرين. انزين هنا نكتب دي واي دي اكس، ونكتب دي اكس دي واي، مو بكيفنا هنا. شوف ما دام كتبنا بدينا كتبنا حدود اكس وبعدين حدود واي، فهذه التكاملات ننظر لها مثل الاقواس. يعني هذا هسه حدود واي، فلازم نغلق تكامل واي اول مره. يعني هذا دي واي، شوف انا خليك الاسهم، اقصد هذا وكانه تكامل الواي، راح تكامل واي اول مره بعدين الاكس. ما دام بديت في التكامل بالبدايه هو اللي راح نكامله بالنهايه، ونبدا احنا نكامل من الداخل للخارج يعني بهذا الشكل. زين في التكامل من اي الى بي، من سي الى دي، يمثل لي طبعا دي واي دي اكس راح يكون هو يمثل لي الفوليوم، الفوليوم اللي بهذا الشكل. شلون نعرف يعني واحد مثلا من يجي له سؤال شلون يعرف انه هذا السؤال يتعلق بمنطقه مستطيله؟ يعرف بانه تكون حدود التكامل هي كلها ثوابت. يعني هنا مثلا من 5 الى 6، من 7 الى 8، من ناقص 5 الى 11، يعني ارقام كلها عباره عن ارقام. فهذه يدل على انه هي المنطقه مستطيله. تلاحظ خلينا نشوف هنا الملاحظات، بما انه المنطقه ار مستطيله، اي بي سي دي كلها ثوابت. زين اذا يمكن التبديل بين التكاملات مباشره مع تبديل الرموز من دي واي الى دي اكس، من دي واي دي اكس الى دي اكس دي واي بالشكل المناسب. يعني بما انه انت من تنظر التكامل راح تشوف هنا ارقام بالتكاملين حدودهم ارقام، راح تقول اذا هذا تكامل فوق منطقه مستطيله. زين هنا راح تلقى داله بها اكس بها واي، يعني بها شوف شنو من دوال، مو مشكله. هذه داله يعني اللي هي تجري عليها التكامل، بس هنا هذا يحدد شكل المنطقه. هنا اذا منطقه مستطيله، وراح تقول هنا اذا بهالحاله ما احتاج شكل المساله. هنا هيك اسئله تنحل يعني مباشره بتطبيق قوانين التكامل. لهذا شوف نحن بدينا بها ان هي اسهل نوع. فهنا رأسا تبدي تحل مباشرة يعني بالتطبيق التكامل، ما نحتاج شكل المسألة ونقدر نبدل. يعني واحد يقول أنا مجبورة كامل الواي قبل الاكس، لا تقدر، إذا بدلتهم سوا، إذا بدلت يعني هذا مكان هذا لازم تبدل هذه الحدود، تبدل الأرقام واحد مكان ثاني. زين بهذا الشكل تلاحظ هنا يعني هذا التكامل من A إلى B، من C إلى D. ممكن نخلي C إلى D أول مرة، يعني الرقمين هذول نجيبهم منه، وصير بالحالة دي اكس دي واي اذا انت تبدي باكس واي، وما تغير بعد شيء ثاني طالما مثل ما قلنا المنطقة مستطيلة. شلون عرفنا؟ من خلال هذه الثوابت. زين طبعا مثل ما تلاحظ راح نطبق قوانين تكامل، فلازم اذا نراجع كل يعني قوانين التكامل انت دارسها بالمرحلة الاولى، كل قوانين التكامل وطرق التكامل. طبعا هي مو صعبة، يعني قوانين التكامل عندك الجبرية والمثلثية كلها سهلة تحافظها، بس تركز لي على قوانين التكامل الدوال المتسامية، هذه جدا مهمة، خاف انت ناسيها. زين راجعها، يعني هي مو قوانين هواية. وراجع طرق التكامل كذلك، يعني التكاملات عندك بالتجزئة طريقة بسيطة، بس تذكر طريقتها شلون وقانونها. بالكسور الجزئية ايضا لها طريقة، بس القوانين المثلثية ايضا راجعها، بها عدد من القوانين. فالتكاملات المثلثية يعني ايضا راح نحتاجها بكثرة. فهذه يعني شباب ملاحظة مهمة، لازم تراجع كل قوانين التكامل وطرق التكامل لحاجتنا لها في هذا الفصل اللي هو فصل التكامل المتعدد. أيضا ملاحظة أنه عندما تكون المنطقة R مستطيلة لا نحتاج لرسم شكل المسألة، هاي ذكرتها لك، إذا ما يحتاج شكل رأسها للحل. وكذلك ملاحظة أخرى أنه DY DX أو DX DY هذا يمثل لي DA، يمثل لي يعني هو كأنه شريحة من المساحة، من مساحة المنطقة R. لكن احنا من نجري التكامل يعني دي اكس دي واي وكأنه هو فد مربع صغير، انا يعني ما ترسم لك هنا بعد فد شيء مربع صغير يعقد لك الشكل، انت يكون الشكل واضح حتى تعرف شنو جاي نسوي. فاحنا عندما نكامل دي اكس ونكامل دي واي جاي نمشي يعني شريحة التكامل على قد هذه المساحة R، وبكل نقطة
جاي نطلع العمود اللي فوقها ايش قد الارتفاع الى ان نوصل الى هذا السطح اللي تمثله هاي الداله، وبالتالي وكانه جاي نجمع الحجم مثل ما كنا هنا بالتكامل العادي شو نسوي؟ نجمع اشرطه اللي هي شرائح التكامل الى ان تتكون للمساحه. هنا جاي نجمع فد يعني اعمده متناهيه بالصغر الى ان نحصل على الحجم المطلوب من خلال يعني التكامل هذا المزدوج. خلينا يعني نحل لك امثله بالجزء الثاني من الفيديو.